مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية لنا مع الدكتور شريف مصعد الشافعي، أخصائي أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء، زميل الكلية الملكية البريطانية بلندن. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن مرض السكر. طبعا دكتور شريف اتكلم معنا باستفاضة عن مرض السكر، أنواعه وتشخيصه وعلاجه، لكن بيهمنا النهاردة كتير وبناء على طلب السادة المشاهدين ان عايزين دكتور شريف يكلمنا النهاردة عن سكر الحمل عند السيدات. في بداية حلقتي النهاردة يا دكتور برحب بحضرتك للمرة الثانية معنا في البرنامج. اهلا بحضرتك واهلا بقناة الصحة والجمال وفريق الاعدادات كله وفريق التصوير. موضوع النهاردة موضوع تكملة ويكاد يكون موضوع جديد، موضوع مهم قوي قوي بالنسبة للسكر. لو كلمنا عن سكر الحمل عند السيدات، حضرتك هتقول لي ايه هو سكر حمل عند السيدات او ايه انواعه بمعنى اوضح مع كل سيده حامل النهارده بتشوفنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيبقى فتره الحمل بالنسبه للست تحدي بينها وبين دكتورها، دكتور النساء بالذات، بيزيد هرمونات معينه بتاثر على معدل افراز الانسولين، وبتبقى عندها قابليه اعلى لان يجي لها سكر اثناء فتره الحمل. احنا عندنا في فتره الحمل نوعين من السكر، نوع سيده يتم تشخيصها جديد بسكر حمل، ونوع سيده اصلا اساسا مريضه سكر وحصل لها حمل. اللي مريضة سكر وحصل لها حمل دي بتبقى غالبا متابعة مع دكتور السكر بتاعها، ولما بيحصل لها حمل بتروح دكتور النساء بيقول لها ارجعي لطبيب السكر كملي معاه. احنا بنتولى تنظيم السكر اثناء فترة الحمل للمريض السابق بان غالبا بنغير الادوية، لان فترة الحمل دي فترة حساسة ما بينفعش فيها كل أدوية السكر، غالبا بنغير الأدوية لأدوية تتناسب مع فترة الحمل. أكيد. مع المراعاة تنظيم الأكل والمجهود. بالنسبة للسيدة اللي هي حمل سكر جديد أثناء الحمل، بيبقى غالبا دكتور النساء بيكتشفها في الربع الثاني أو الثالث من الحمل. نتيجة هو بيشوف شواهد معينة في أشعة الموجات الصوتية، بيبقى حجم الجنين كبير، كمية المية حواليه كتير، وزن السيدة بيزيد بطريقة مبالغ فيها شوية، بتبدأ السيدة تشتكي له من نشفان ريق أو زغللة أو دخول حمام بول كتير. بيبدأ دكتور النساء في الأسبوع 24 للأسبوع 26 يطلب منها تحليل معين اللي هو تحدي السكر، اختبار تحدي السكر أو أورال جلوكوز توليرانس، بتعمله في المعمل وترجع له غالبا لما بيلاقي المستويات مش متناسبة بيبعتها لنا عشان نظبط لها السكر عشان تمر بسلام هي والبيبي. بتجيلنا والحمد لله اغلب السيدات اللي تابعوا كويس والتزموا بالمتابعات مروا بسلام ووضعوا بسلام وبقوا كويسين وتمام الحمد لله بصحة وعافية. طب دكتور كده احنا بنطمن كل سيدة حامل جالها السكر أثناء فترة الحمل أو هي كانت مريضة سكر قبل الحمل، لكن النهاردة في حاجة مهمة قوي بتقرب كل سيدة اللي هي إن هي بغريزة أصلا اللي خلقها ربنا في كل سيدة وكل أم بتبقى خايفة على البيبي أكتر من نفسها أثناء فترة الحمل وفيما بعد الوضع، بمعنى إن هي دايما قلقها كله شديد، إن هي خايفة إن البيبي ينزل عنده سكر بعد الولادة. فحضرتك لو هتطمن اي سيده دلوقتي بتشوفنا حامل هتقول لها ايه في النقطه دي بالذات؟ احنا بنطمن اغلب السيدات ان مستوى السكر في الحمل طالما تم السيطره والمتابعه مع دكتور غالبا ما بيحصلش مضاعفات على الجنين، واثناء الوضع بيبقى دكتور النساء مجهز تجهيزات معينه بحيث غالبا المضاعفه الوحيده اللي ممكن تحصل للطفل بعد الوضع ان هو هبوط في السكر شويه، لان بيبقوا مظبطين السكر اثناء اجراء عمليه الولاده، لان غالبا كل سيده جالها سكر حمل ما بتوضعش طبيعي، بتوضع ولاده قيصريا. اذا كانت مريضه بالسكر قبل الحمل وحملت او سكر جديد اثناء الحمل غالبا بتوضع ولاده قيصرية، وبيبقوا مجهزين معاهم اثناء الولاده دكتور اطفال بيقابل البيبي ويعتني بيه وغالبا بيمر الامور بسلام. انا كل الحالات اللي تابعت بفضل الله معانا في العياده ومع دكاترة النساء زمايلنا الحمد لله وضعوا بسلام وهي سليمة والبيبي سليم ومفيش أي مشاكل.
طب كده يا دكتور احنا طمنا كل سيدة بتشوفنا دلوقتي حامل كان عندها سكر او كان جالها سكر اثناء فترة الحمل، لكن في نقطة مهمة جدا عايزين نعرفها كل سيدة دلوقتي بتشوفنا، ان هي لو جالها سكر حمل سواء كان عندها او ما عندهاش، وخاصة اللي ما كانش عندهم سكر خالص وجالهم اثناء فترة الحمل، هل مقياس ان يجيلها في كل حمل سكر؟ والمفروض تعمل ايه عشان برضو تدي خلفية للدكتور النسا بتاعها انها كان في الفترة الاولى او الحمل الاول جالها سكر؟ عايزة حضرتك تقولي ازاي السيدة او ايه الخطوات المفروض تعملها لو حصل لها حمل جديد، هل فعلا بيكون في سكر معرضة لوجوده تاني او لا؟ نصيحة كبيرة لكل السيدات اللي جالها سكر حمل، لازم تبلغ دكتور النساء بتاعها ان هي كان عندها سكر اثناء الحمل السابق ليها، لان غالبا اللي حصل لها سكر اثناء الحمل في الحمل الاولاني نسب عاليه جدا معرضه لحدوث سكر في الحمل الثاني والثالث وكل فترات الحمل. لازم تبلغ دكتور السكر، وطبعا اوريدي مريضه السكر اللي هي ماشيه على علاج سكر وقت ما هتحمل هتبلغ دكتور النساء. يهمني برضو ان اي سيدة عندها سكر تتنيها متابعة مع دكتور السكر بتاعها بعد الوضع طبعا، بعد الوضع، وتتنيها متابعة مع دكتور النساء بتاعها. كتر تغيير الاطباء، حتى لو اتغير الدكتور تحت اي سبب لازم تعرف الدكتور التاريخ السابق ليها، ان هي جالها سكر حمل اثناء الفترة السابقة الحمل السابق ولا لا، لان ده بيفرق جدا في متابعته ليها. فمواعيد المتابعة وفترات المتابعة والتحاليل اللي بيتابع بيها أكيد بتختلف طبعا. السيدة اللي جالها سكر حمل سابق غير السيدة اللي ما جالهاش سكر حمل سابق، كل سيدة ليها نظام معين. احنا برضو مستويات السكر أثناء الحمل بتختلف عن مستويات السكر خارج الحمل. يعني احنا مريض السكر العادي بنقول احنا بنحافظ على مستويات سكر دايما، الصايم الصبح من 8 ل 10 ساعات صيام يبقى من 80 ل 120. مريض السكر اثناء الحمل بنقول لا، الصايم يبقى اقل من 95. بعد الاكل بساعتين في المريض العادي بنقول من 120 ل 180. لا، في اثناء الحمل بنقول بعد الاكل بساعه يبقى المفروض اقل من 140، بعد الاكل بساعتين يبقى اقل من 120. فالمستويات مختلفه. مريض السكر العادي ممكن نتابعه كل اسبوعين لشهر، مريض السكر اثناء الحمل بنقول لا، المتابعه اسبوعيه بشكل منتظم عشان تضع بسلام. اذا كان معانا او مع دكتور النساء بتبقى المتابعه بتاعتها بشكل مكثف عشان احنا خايفين عليها وخايفين على الجنين، فلازم نتابعها بشكل اسبوعي غير مريض السكر العادي. مريض السكر العادي احنا بنتابعه لان عارفين مستوياته ومفهمينه المضاعفات وامتى يرجع لنا والكلام ده، لكن في الحمل لازم نشوفها بشكل اسبوعي، بكتير قوي كل اسبوعين. وكذلك دكتور النساء بيتابعها بشكل مكثف عشان صحتها وصحة الجنين بتاعها. كونها تكمل عندها سكر ولا لا، اغلب الناس اللي بيجي لهم سكر اثناء الحمل بيبقوا معرضين بدرجة اكبر ان يجي لهم سكر فيما بعد الحمل. فاحنا بننصحهم بتنظيم الاكل وتقليل الوزن لو الوزن زايد عشان تمنع انها تخش في سكر حقيقي من النوع التاني. والمتابعة الجيدة بنوصل بيها وبالبيبي وبيها بعد الولادة للأمان إن شاء الله، كل ما هتتابع كويس إن شاء الله هتبقى أحسن وصحتها أحسن وصحة البيبي أحسن. طب دكتور شريف، في عادات سيئة جدا بتتبع عند كل سيدة حامل سواء بقى من والدتها من زوجها من كل اللي حواليها، ودي في نظري أنا بتبقى السبب الرئيسي في وجود سكر عند السيدة الحامل، أو سبب كبير جدا بنسبة كبيرة قوي، اللي هي العادات الغذائية السيئة اللي بتتبع للسيدة الحامل أثناء فترة الحمل. بمعنى إيه؟ السيدة بمجرد ما تحمل بيقعدوا البيت كله مفيش حاجة شغلاهم غير إن هما يأكلوها إيه؟ فترة الصبح، فترة الغداء، وفترة العشاء. لا، والطاقة لازم تكون 6 مش 3، ضعفي الطاقات عشان انتي باتنين، انتي باربعة، انتي بتمانية، كلام الفارغ اللي بيحصل في كل مكان. ده مش معناه ان انا بقول ان السيدة تقلل اكلها او تعمل دايت اثناء الحمل، لا مش كده خالص، لكن العادات السيئة بتأثر معانا تأثير كبير جدا او بتعرضنا
لدخولنا في موضوع السكر بطريقة كبيرة. العادات السيئة زي مضاعفة الوجبات الغذائية، السكريات والعصاير اللي بتدي للسيدة الحامل كتير قوي أثناء فترة الحمل، الكلمة الرهيبة اللي بتتقال إن أنت باتنين وتلاتة، الطفل هياخد إيه من الأم غير مقداره اللي هو يدوبك يكفيه كطفل لسه ما اتولدش عشان ياخد من الأم كل ده. فأوريدي إن الأم اللي هي أكتر واحدة بيبقى الغذاء بتاعها كتير جدا طول اليوم، وخصوصا السكريات والحلويات والنشويات، الحاجات اللي بيدوها للسيده الحامل عشان تبقى صحتها كويسه اثناء فتره الحمل وعشان البيبي يتغذى وينزل كبير وحجمه حلو وزي الفل، دي عادات سيئه جدا 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 تكاد تكون خارج مصر كلها او خارج الشعب المصري ما بتحصلش. فانا عايز اعرف من حضرتك هتقولينا ايه في نقطه الغذاء او تنظيم الغذاء عند اي سيده حامل سواء عندها سكر او معرض ان يجي لها سكر اثناء فتره الحمل. احنا بننصح كل سيده حامل بنقول لها ان الجنين كده كده هياخد اللي هو محتاجه من الام ايا كان محتوى الاكل اللي هي بتاكله، وهي بتتابع مع دكتور النساء بيديها مكملات غذائيه وادويه وفيتامينات معينه خلال فتره الحمل اللي هي محتاجاها بشكل مكثف عشان الجنين. التغذيه الجيده ومتابعة التغذية الجيدة حاجة مهمة جدا لأي سيدة حامل. مش معنى أن أنا حامل أن أنا أخد كميات أكل مضاعفة وخاصة النشويات والعصائر. لازم كل سيدة حامل صح تحجم استهلاك النشويات والعصائر لمستويات ما تقدرش تأثر على مستوى السكر في عندها. للاسف اغلب سيدات الحوامل مع الموروثات الشعبيه ونصائح الام والحمى والزوج زودي السكريات زودي العصائر زودي الاكل، احنا ما عندناش مشكله انها تنوع مستوى الاكل، ودكتور النساء طبعا بيظبط معاها الموضوع دون انها تخلي وجبات بتاعتها بشكل كتير، ممكن 3 او 4 وجبات بس كميات صغيره. ومحتوى الوجبة أهم من الوجبة، محتوى الوجبة نبعد عن كميات النشويات العالية إذا كان رز أو مكرونة أو عيش أو مخبوزات. وننظم زيادة الفواكه والمعينة والخضروات وتقليل مستوى السكريات مش بالمستوى المكثف اللي بيحصل عندنا في مصر عشان ما نعرضش الأم أو الجنين لزيادة مستوى السكر اللي هو بيأثر عليه مستقبلا يعني. طب دكتور شريف، السيدة الحامل بطبيعتها انها من اول شهر طبعا بتتابع مع دكتور النساء وده الطبيعي والمفروض يحصل لكل سيدة. في الفترة دي بتبقى بتاخد علاجات معينة لحاجات كتير جدا، تظبيط مثلا الانيميا عندها او سواء عندها او ما عندهاش، بتاخد مثلا برشام للحديد، بتاخد برشام لتنظيم مثلا مضاعفات عندها معينة، دايما بيجي لها ضغط بيجي لها اثناء فترة الحمل. بمعنى اوضح بيبقى السيدة الحامل بتاخد علاجات تانية خالص. هل العلاجات دي بتأثر مع السيدة اللي جالها سكر حمل ولا ما بتأثرش؟ فحضرتك هتقول لنا ايه في موضوع العلاج اللي السيدة بتاخده بكمية أثناء فترة الحمل؟ غالبا السيدة اللي بتاخد علاج أثناء فترة الحمل طالما بتاخده تحت إشراف طبي مفيش أي مشاكل منه، وخاصة المكملات الغذائية هي مهمة. حتى لو السيدة عندها سكر أثناء الحمل المكملات الغذائية لا تتعارض مع أدوية السكر إطلاقا. إذا كان كالسيوم إذا كان حديد لا، بل بيكمل الدور إنها تعيش بصحة جيدة وتمر فترة الحمل بسلام وتوضع بسلام إن شاء الله. فما فيش أي تعارض بين استهلاكها لأدوية حديد أو فيتامينات أو مكملات غذائية تحت إشراف طبي طالما هي بتستخدم تحت اشراف طبي ومتابعه الدكتور المعالج ليها. ما فيش اي مشاكل ولا تعارض بينها وبين ادويه السكر اثناء الحمل، ما فيش اي مشاكل. طب سؤالي المهم اللي عايز اساله لحضرتك دلوقتي، اي سيده حامل او معظم السيدات الحوامل بيجي لها طبعا تدهور بمعنى اصح، يعني زي ما بقولها كده بالمفهوم، في موضوع الاسنان كلها، ده بيبقى ضعف عام طبعا نقص الكالسيوم في الجسم اثناء فتره الحمل، فبتبقى معرضه ان اسنانها بيحصل فيها مشاكل كتير، فاوريدي انها بتروح لطبيب الاسنان. اوكي طيب، هل السيده اللي جالها بقى سكر حمل وبتتابع عند دكتور الاسنان وبتاخد علاج او بتخلع اسنان او ضروس مضطره اثناء فتره الحمل، السيده اللي جالها سكر حمل تحديدا عايزه اعرف من حضرتك موضوع الاسنان عشان عايزه اطمن كل مشاهده بتشوفنا دلوقتي ايه الاجراءات اللي ممكن تتبعها بالنسبه لموضوع الاسنان مع وجود السكر بتاع الحمل؟
مع تطور الإجراءات الطبية صراحة احنا لازم بننصح كل سيدة حامل انها دايما صحة الفم والأسنان دي مهمة جدا مع اي مريض، وخاصة مريض السكر، لان غالبا مضاعفات السكر على الأسنان بتبقى عالية جدا. حتى ان في دكاترة أسنان زمايلنا بيكتشفوا بعض الحالات ان عندها سكر من أسنانها، فغالبا احنا بنقول للسيدة الحامل بنطمنهم طول ما هي بتاخد الدواء بشكل منتظم ومحافظة على أسنانها ومحافظة على غسيل الأسنان بشكل منتظم، ان مفيش اي مشاكل هتحصل لها، ان احنا نعدي فترة الحمل بسلام ونقلل التدخلات من طبيب الأسنان. هو اغلب دكاترة الأسنان ما بتحبش تتدخل بشكل مكثف اثناء الحمل، اثناء فترة الحمل. فعلا وبتنصح السيدات دايما انها تبقى مظبطه سكرها ومتابعه كويس مع دكتور النساء قبل ما تروح لدكتور السنان. فاحنا بننصح كل السيدات الحوامل بضروره تظبيط مستوى السكر في الدم على حسب الهدف اللي احنا قلناه في الحلقه، والمتابعه الجيده مع دكتور النساء، وتالت حاجه انها النظافه الشخصيه للفم والاسنان بالمعجون وبالمضمضه وبالاجراءات الوقائيه العاديه اللي بينصحها بيها دكتور السنان بتاعه. طب دكتور شريف، في سؤال قبل ما نطلع فاصل هنقوله لحضرتك، اللي هي مضاعفات مرض السكر عامه للانسان العادي والسيده الحامل، كل اللي عنده سكر مضاعفاته بتبقى ايه باستفاضة، وده اللي هعرفه من حضرتك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم بعد الفاصل مع الدكتور شريف الشافعي، هيكلمنا عن مضاعفات مرض السكر عامة عند الانسان العادي وعند السيدة الحامل، وده اللي هنسمعه منه حالا دلوقتي. بنرحب بحضرتك مرة تانية دكتور شريف، وقبل ما نطلع فاصل كنا طلبنا من حضرتك انك توضح لنا مضاعفات مرض السكر عامة عند الإنسان العادي وعند السيدة الحامل، فعايزة أسمع من حضرتك. مرض السكر مش مرض عادي، هو زي ما هو سهل جدا صعب جدا على المدى الطويل. احنا بنقول للناس ان احنا كل ما هنتحكم في السكر بدري ونعالجه صح هنتلافى مضاعفات شديدة للسكر مع استمرار مستوى السكر العالي لفترات طويلة، بيؤثر على أجهزة الجسم المختلفة. أهم مضاعفات السكر، مضاعفات قد تسبب الوفاة ومضاعفات تسبب أن الواحد يعيش بمستوى معيشي متأثر، التي قد تسبب الوفاة اللي هي الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. لأن السكر على المستوى الطويل بيعمل مشاكل على مستوى تصلب الشرايين وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، مما ينذر بحصول السكتات الدماغية والجلطات القلبية. دون المتابعة الجيدة لمريض السكر مع الدكتور بتاعه غالبا بنتلافاها على المدى الطويل. تاني حق مضاعفات انها بتبقى السكر ممكن يؤثر على شبكية العين. أيوة. مع طول فترة الإصابة بالسكر وعدم التحكم فيه بيحصل مشاكل على شبكية العين، تؤثر على مستوى الرؤية وجودة الرؤية، وقد تسبب العمى. تالت حاجة اللي هو مضاعفاته على الكلى، كتير جدا من مرضى الغسيل الكلوي السبب في السكر وسوء تظبيط السكر ومتابعته. فاحنا بننبه على المرضى ان احنا بنتابع السكر مع دكتور سكر عشان خاطر نقدر نسيطر عليه ونتلافى مضاعفاته، اللي احنا اولا مش هنعيش حياتنا بشكل سلس، تاني حاجة هنتكلف ماديا كتير جدا في تصليح المضاعفات اللي حصل. أكيد طبعا. من المضاعفات الخطيرة للسكر التهاب الأعصاب اللي بيحصل لمريض السكر. على مستوى ايديه ورجليه، تنميل وحرقان وألم شديد، دون مع طول فترة السكر وعدم التحكم فيه للأسف مضاعفة من المضاعفات السخيفة جدا، في ان المريض ما بيقدرش يعيش مستوى معيشي كويس او يعيش حياته بصورة سهلة. مضاعفة خطيرة برضو جدا ان السكر سبب اساسي في بتر القدم. أيوة. وللأسف ده يعني مرضى كتير جدا بتجينا بعد ما حصل المضاعفة دي وحصل بتر للقدم، والقدم من الحاجات المهمة جدا في زيارة اي مريض سكر لدكتور السكر. لازم بيبص على رجليه كويس ويتأكد ان الدورة الدموية واصلة لرجله كويس، لانه مضاعفة اساسية للسكر على مستوى أو الشرايين الطرفية، بيعمل ضيق في الشرايين الطرفية وتصلب في الشرايين وبيعمل التهاب في الأعصاب.
في الجزء الأخير هنتكلم على مضاعفات السكر على القدم، وهو من الحاجات الخطيرة في مريض السكر. احنا لازم نتأكد من عدم وجود أي التهابات في رجليه في كل زيارة، نتأكد من وجود التهاب أعصاب من عدمه، نتأكد من وصول الدورة الدموية لرجليه بشكل كافي، ولو في أي مضاعفة بنتعامل معاه بشكل يا إما دوائيا يا إما بنحوله لدكتور أوعية دموية لو في ضيق واضح، وبنعمل فحوصات تأكد أو تنفي الكلام دون. فالقدم من أهم الحاجات اللي احنا بنتابعها في مريض السكر في كل زيارة غالبا للمريض للطبيب المعالج بتاعه. احنا برضو بنقول لكل المرضى يا جماعة من أول زيارة بنعرفهم مستويات السكر اللي احنا عايزين نوصل لها، أهمها السكر الصايم الصبح يبقى دايما من 80 ل 120، ده مش هيحلله بشكل يومي، هحلله مرة في الأسبوع، احنا مش مطالبين من المريض انه يتشكشك كتير. رقم اتنين السكر بعد الوجبات بعد الأكل بساعتين، عايزين مستوى دايما 120 ل 180، المريض يحلل مرة أو مرتين في الأسبوع بعد الأكل بساعتين ويتأكد إن هو مع الدواء قادر يسيطر على السكر. السكر التراكمي وده بيتحلل في المعمل كل 3 شهور بيتعمل، عايزينه دايما أقل من 7 في معظم الناس اللي بيتابعوا معانا. غالبا إن شاء الله كل الناس بنقول بشكل عام كل مريض سكر بيتابع نفسه بالقياسات اللي احنا قلناها دي والمعدلات اللي احنا قلناها طول ما هو بيتابع مع دكتور السكر بشكل أساسي لازم يروح للدكتور أقل فترة كل 3 شهور أو عند حدوث طوارئ السكر. طوارئ السكر في إذا كان ارتفاع أو انخفاض، انخفاض بشكل متكرر أقل من 70 لمرة أو أكتر من مرة لازم يروح لدكتور السكر يشوف السبب إيه ويغير له أدوية السكر، وارتفاع السكر لمستويات أكتر من 300 لمرة أو مرتين لازم بعد الأكل أو عشوائي لازم يروح لدكتور السكر يشوف أسبابه إيه ويعدله العلاج على أساسه، لأن المتابعة الجيدة هي سر النجاح من المريض ومن الدكتور. الإهمال في متابعة السكر ينذر بمضاعفات خطيرة، للأسف كل المرضى مع أول بداية السكر بيبدأ بمتابعة جيدة جدا ويروح للدكتور بشكل منتظم، بعد فترة بيفقد الحماس انه يسيطر على السكر ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، المريض بيتضر منها والدكتور للأسف بيبقى بيدور على مريضه بس. وفي عز التواصل اللي احنا فيه يعني انا عندي مرضايا في العيادة هنا باخد ارقام تليفوناتهم بحاول اتصل عليهم، بس صراحة الاستجابة بتقل مع الوقت. فانا بنصح كل الناس انهم يلتزموا بالمتابعة الجيدة مع دكتور السكر عشان يقدروا يوصلوا لبر الامان. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا اتكلمنا باستفاضة عن السكر مع دكتور شريف، بنتمنى في حلقاتنا القادمة نقدم الجديد كله مع دكتور شريف اخصائي امراض البطنة والغدد الصماء والسكر، وان شاء الله في الحلقة القادمة هيكلمنا في موضوع جديد خالص خالص عن مرض الضغط اللي هو برضو مرض العصب. بنشكر حضرتك دكتور شريف في نهاية حلقتنا خالص، وبنتمنى نقدم القدر الكافي من المعلومات المفيدة والمهمة لكل مريض ولكل إنسان بيسمعنا دلوقتي. شكرا حضرتك دكتور شريف. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع دكتور شريف في وقلنا قبل شوية صغيرين إن شاء الله حلقتنا القادمة هتكون عن مرض الضغط بكل أنواع. شكرا لكم وإلى اللقاء.